وادي الحرية وادي الكرامة وادي الحرية وادي الكرامة وعلي صوت علي صوت علي صوت علي صوت وعلي صوت علي صوت علي صوت علي صوت قولوا قولوا لبن موسى قولوا قولوا لبن موسى وقولوا قولوا لبن موسى قولوا قولوا لبن موسى ليش نهاه يا حضرة ليش نهاه يا حضرة وليش نهاه يا حضرة وليش نهاه يا حضرة ولن والقطر هيا حضرة والقطر هيا حضرة قولوا قولوا لبن موسى ودير الحل والله يرحل ودير الحل والله يرحل وقولوا قولوا الاخ النوش وقولوا قولوا الاخ النوش ودير الحل والله يرحل ودير الحل والله يرحل وباليادي اليادي اليادي وباليادي اليادي اليادي وباليادي اليادي اليادي وباليادي اليادي اليادي Yeah.
خويا شنو المشكل ديالكم؟ السلام عليكم. هذه الوقفة هي جاءت بعد البيان الوطني للجنة الوطنية للأطر المختصة بالمغرب. احنا كأطر مختصة داخل المؤسسات التعليمية نعاني من التمييز، نعاني من الحجرة داخل المؤسسات التعليمية لما يقارب سنوات عديدة، ولما يقارب 3 سنوات بالنسبة للأطر المختصة الجديدة. فنحن نعاني من تعسفات داخل المؤسسات التعليمية بسبب قرارات وزارية تعطي لهؤلاء الأطر يعني مهام خارج عن الاختصاص. فإذا بنا نتفاجأ يعني بعد نضال للجنة الوطنية للأطر المختصة، وبعد أن تم إنصاف الأطر المختصة بالنظام الأساسي الجديد، نتفاجأ بأن وزارة التربية الوطنية تقحمنا في توقيع محاضر الدخول والخروج مع هيئة الإدارة التربوية التي لا ننتمي إليها. فكذلك كما تعلمون على أن النظام الأساسي الجديد قام بتصنيف الأطر المختصة التربوية والاجتماعية ضمن هيئة التربية والتعليم، واعتبرت على أن مهامنا فهي مهام تربوية أصيلة. ولكن للأسف الشديد القرارات الوزارية والمهام التي يتم إصدارها فهي تعتبر مهام خارجة عن الاختصاص، وكذلك فهؤلاء الأطر المختصة فهم يعانون من مسألة الحركة الانتقالية التي يتحكم فيها رؤساء المصالح الموارد البشرية ويتحكم فيها المدراء الإقليميون. وبالتالي إلا ما بغاش لك المدير الإقليمي على أنك تنتقل فإذا أنت ما غاديش تنتقل. وبالتالي كأطر مختصة نطالب بحركة إلكترونية مكشوفة المؤسسات وغير مربوطة بموافقة الرؤساء التسلسليون، ونطالب كذلك بالحق في تغيير الإطار كباقي الفئات الشغيلة التعليمية. وبالتالي نقول لوزارة التربية الوطنية على أن تعيد النظر في المقرر الوزاري الذي أصدرته المنظم للسنة الدراسية 2024-2025، وعلى أن تعيد النظر في المهام التي يعني توليها لهؤلاء الأطر. ونقول لها بأننا نرفض رفضا تاما أي مهام خارج الاختصاص، ونرفض رفضا تاما التكليفات التعسفية بالحراسة العامة للخارجية، ونصر على أن مهامنا هي مهام تربوية، ونصر على حقنا في حركة إلكترونية مكشوفة المؤسسات، ونصر على حقنا في توقيع محاضر الدخول والخروج مع هيئة التربية والتعليم بدون مواساطة وبدون أي شيء. وبالتالي حقنا كأطر مختصة بانتمائنا لهيئة التربية والتعليم أن يتم إنصافنا، وأن تتخلى المديريات الإقليمية عن هذا التمييز ما بين إطار مختص وما بين إطار آخر. وبالتالي نطالب وزارة التربية الوطنية أن تنصف هذه الفئة، وأن تنصفها من حيث المهام، وتنصفها من حيث الحركة الانتقالية. شكرا. مشاهدينا الكرام، متتبعي قناة شوف تيفي، الأطر الوطنية اللجنة الوطنية للأطر المختصة بالمغرب تطالب الوزارة الوصية بالتقيد بمضامين النظام الأساسي الجديد ذات الصلة بمهام وخصوصية إطار المختص التربوي والاجتماعي. يعني تشوفوا أنا من أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وعلى الجينة وحدة الجينة، وعلى المهام اللي ما بغينا، وهي كلمة واحدة، وقراراتكم فاسدة، ونرفض نرفض نرفض.